السلام عليكم يا بنات، كي دايرين؟ اموركم هانيين؟ سانك سانك، كل شيء بخير الحمد لله. غبرت شويه ولا لا؟ كتوحشوني ولا لا؟ كي دايرين بعدا؟ اموركم هانيين؟ كل شيء مزيان، قلوب مرتاحين، العقول هانيين، كل شيء في امان الله وحفظه الحمد لله. كي دايرين؟ قرب عندكم شي شعبان، قرب شي رمضان، كاينين شي شفوف، شي شباكيه، شي زرارع، ورا باقي شويه ياكل. يا عيق تاني، او بزاف، مازال ما دخلش حتى شعبان. الحمد لله الله يدخل علينا هاد العواشر بالصحه والسلامه وطول العمر. اما راه كلشي كاين شضغيا، ما كتجي تغمضي العين تحلي العين تلقاي الشهر داز والشهر اللي موراه جاي. الله يعطينا غير صحيحتنا، هذا هو الاساس اللي ترجى في الدنيا، ترجى الصحه والسلامه. الصحه والسلامه هي الاساس، هي الركيزه، هي كلشي، والحمد لله على كلشي. هادشي اللي غادي نقولو، سالات شي عطله، سالا شي تبرزيط ولا مازال فراسكم؟ من انا كيجيو الناس كيقولوا لي الله يا رب العطله وقتاش تسالي، انا والله القسم الا كنرتاح في العطله ما كنبقاش مضغوطه مع وليداتي، مضغوطه مع المدرسه، فيق جيتي طق طق طق، يلاه كنتكافى مع الخدمه. انا ملي كتبغي تسالي العطله اللي كتشدني ديك الخلعه عاوتاني ديال الدخول المدرسي، ولكن الحمد لله هادشي اللي كاين ولله الحمد. الله يدخلهم بالصحه والسلامه يا ربي، ونتائج حسنه عاوتاني في الدوره الماجيه ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت عندكم كثرت عليكم، لا 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 سمحوا لي اعتذر. اليوم جينا عاوتاني بغيت نشارك معكم واحد الحويجات ديال الكليان قبل ما يخرجوا، لان بعض الخطرات والله حتى البياس ما كنلحقش. دابا راه كنبقى نقول الخاوله شوفي البياس اللي وجد شي حاجه، اللي هذا نشاركها مع المتتبعين كي كنقولوا لتعم الفائده، هذا هو الاساس. نبداو ولا لا بواحد اللاتي تكشيطه، تكشيطه يا سلام، تكشيطه غزاله 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 يا البنات، والله القسم الا شي حاجه في قمه الرقي. الثلج عرفت لكم، حنا دابا حاليا غادي مع الثلج يا سلام. واحد التكشيطه نشاركها معكم البنات، شي حاجه اللي غزاله، عجبتني بالمزيان، شي حاجه اللي طف 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 يا البنات، شي حاجه اللي يا سلام يا سلام. شوفوا الخدمه ديالتها، شوفوا نقرب لكم، شوفوا شي حاجه اللي يا سلام يا سلام. هذه التكشيطه مخدومه تحتاني وفوقاني بلونكاسي، داك الفيغ او شويه اللي داخل دخلناه في كي كتشوفوا في الزمرد وفي الشميشات طالعه يا سلام، خدمه المعلم، شي حاجه اللي غزاله غزاله ومتقونه بمعنى الكلمه. شوفوا الخدمه كي دايره البنات، شي حاجه اللي غزاله غزاله. تكيشيطه يا سلام، عندنا الافتتاحات حتى هي في الجناب البنات. راه كي قلت لكم ان شاء الله يا ربي غنشوف اللي غادي يجي يستعرض لينا البياس باش يبان لكم على حفوظ طريقو. شي البياس كيكون غزال، ولكن ملي كيتلبس كيكون كثر وكثر. شفتوا؟ قرب لكم وهابطه بالخدمه يا البنات حتى لتحت، شي حاجه اللي غزاله. والتحتاني ها حتى هو عين عقده ومخدوم غير بعريق، غير باش ما يبقاش فيه الحال. يقول الفوق مزوق والتحتاني، هذه هي المزوق من برا شخبارك، من الداخل هي هذه. مبغيناش نديرو هاد المثله، نخليو كي التحتاني كي الفوقاني. والكول غزال، في جوين محدود مقدود، يعني ما معريش ما مهيعش. هذه تكيشيطه يا سلام، هذه هي البنات الخدمه ديالتها كتقام ب 24000 ريال، ولكن شي حاجه اللي غزاله غزاله. هانتوما كي كتشوفوا الصم مضريس رقيق يا سلام، شي حاجه اللي غزاله اللي ما غاديش تدي موضه. وتكيشيطه روعه 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 بصحه مولاتها. هادي التكيشيطه الاولى البنات، انا نشوف معاكم عاوتاني واحد لالاتي جوهره. يا سلام البنات، فراسكم كنخدم جوهرات حتى تنعيو، ولكن كاينين شي جوهرات تيكونوا طب طب. هذا واحد الموف غزال غزاله البنات، شوفوا غزاله تلوينات يا سلام. شوفوا اللوينات، دخلنا الموف، والموف غير ديكراد ديال الموف والصم، جات غزاله هماويه عطيه شي حاجه اللي كلاس. كاين شي حوايج كيكونوا متميزين البنات وما كيدي موضه وما كيطلعوش في الراس. ومجي دي لنا
يا سلام، هذا هو نجيب العملي بخاتيك. ما تحزن، ما تعقد، ما تقلب لي عقد ليك، خفيف ظريف، شي حاجه اللي زوينه. هذه عاوتاني جوهره البنات، هذه الخدمه ديالتها 400 درهم بالمجيديل، المجيديل السحري. انا هذا هو اللي كنقول ليه المجيديل السحري اللي غزال. واخا كنخدموا المجيدلات الاخرين، ولكن هذا كيبقى ديما طب طب. هذه المولات حتى هي بصحتها وراحتها، تلبس وتعاود طول العمر. شوفوا الدريسه البنات، حرير صم دقه دقه، والخدمه يا سلام، الخدمه غزاله غزاله بحال الخدمه ديال اليد، وهي غير خدمه الماكينه البنات. قلت لكم 400 درهم، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكما كنقولوا دائما، لما شريت نزه ولتعم الفائده. هو نجيو لواحد لالتي الجديده هماويه حضوريه ديال النغمه. جليليبه في التراب يا البنات، شوفوا اللوين غزال مخدوم، شوفوا الخديمه، الضفيره حرير والمفتل. واحد الخويط يطلع عليا كيقول لي هنا هنا، ومن قال انا نحيد لك الخويط. شوفوا الخديمه البنات، شي حاجه اللي غزاله غزاله. هنا راه فيه خدمه المعلم، البوسات والحجر، حطه هاد الحجر وهاد الخدمه، شي حاجه طوب طوب. كتلبسي وكتعرفي شنو لبستي، شي حاجه اللي مغايره. هنا عاوتاني فيها شويه الابتكارات ديالي، كناخذ منها ونحطو من هنا، ما درناش نفس الحطه اللي كاينه في الطوندون اللي قال لي اللي محطوطه مكتيره وعينو عقده حتى لتحت البنات. وافتحات في الجناب صغيورين، 15 سنتيم، ماشي شي حاجه كثيره. وخديمه غزاله، هنا اللون في اللون البنات، المفتل فقط اللي دخلنا فيه الصم. والخدمه كي كتشوفوها انتم، قرب لكم تشوفوا غزاله. وحطيت هاد الحجر هنا، داخله خدمه المعلم، البوسات باليد و تحجيره باليد كما العاده. هذه جديده الخدمه ديالتها البنات، 700 درهم، لان داخلين فيها ثلاثه ديال الخدمات، عندك الكاترفيل، خدمه المعلم و التنبات. شي حاجه اللي زوينه زوينه، بنه وحيده تقريبا بحالها، ولكن هي ماشي شارجي، هذه خفيفه. هذه كان البنات الاميره، وهذا البوكليت، عرفتي تا البوكليت يا سلام. هذا واحد الكري والحطيطه ديالو تا هو داخل فيه خدمه المعلم والبوسات وتحجيره خفيفه ظريفه البنات. هذه عاوتاني خدمه غزاله وخفيفه، هذه عاوتاني ماشي 100% حضور، هكا نص نص، طلق حضور طلق عمليه خفيفه، وواحد اللوينه البنات غزال. وكي كنقول دائما الكاميرا ما كتعطيش بحق اللون وما كتعطيش بحق الخدمه، لان الخدمه كاينه البيس اللي كتلبس عاد كتبان، واللون الكاميرا هذا جهدنا عليكم. دعيو دعيو اللهم يسر ولا تعسر، ان شاء الله يسهل سيدي ربي وناخذوا شي كاميرا تكون لوز. هذه الخدمه ديالها البنات 450 درهم، ولكن شي حاجه اللي فنه، يعني شي حاجه اللي غزاله غزاله. هذا البوكليط البنات، كما قلت لكم راه البوكليط كاين اللي صدق لي وكاين اللي ما صدقش، ولكن راه غزال غزال والله القسم. هنا واحد جليلي باعو ثاني شويه، راكم كتشوفوا خدمتي الاغلبيه راه ما كندخلش التنبات، ولكن غادي ندخل الطلب، لان بزاف ديال البنات كليان بغاو التنبات والحجر. انا الاغلبيه كيعجبني البلدي 100%، ولكن مع ذلك نرضيو كاع الخواطر، وكل شيء يمشي بخاطره ويمشي بداكشي اللي مشهي ان شاء الله يا ربي. وما تنساوناش اللي اول مره كيشوف لا فيديو يدير واحد اللايك ويشارك معنا في القناه، ويدير واحد جيم ويدق الجرس، يوصلوا كل جديد كل جديد. ماشي بالضروره باش تخدمي عندنا ولا تشري من عندنا ولا، فقط لتعم الفائده، هذا هو الاساس. واللي ما شرى يتنزه. ها انتم هذه واحد الجليليبه، هذا نمشيو نشوفها من البعيد. هذا البنات الاميره، واحد الكموني غزال مخدوم نص طوق نص زيري، وتنبيته يا سلام، ها هما اللوينات البنات، تنبيته غزاله عندنا رفيع وكميم، شي حاجه اللي غزاله غزاله. وشوفوا الالوان، فقط لعبنا غير في لي ديغرادي ديالو، ودخلنا هاد الغوص باش غير نهرسو شويه، ما نخليهوش غادي كلاسيكي. هانتوما كي كتشوفوا البنات، وهاد الخدمه هادي 500 درهم، لا غلى على مسكين
واللي بغى شي حاجه عاوتاني مرحبا مرحبا على الراس والعين. وغيكون الجديد دائما الجديد ثم الجديد. وغنشارك معكم هذه المره العقيق كثير للطلب ديالكم ان شاء الله. مرحبا ما كاين حتى مشكل. ونرجعوا لواحد البياسه كنت ديجا شاركتها معكم البنات, واحد الجوهره هي اللي تحتاني, ها هي كنت شاركت معكم هذه الجوهره بالمكرمي رقيق. وهنا جبنا ليها جليلي تاع عاد وجدات. هذه جوهره بجليليبه بحال السلهام, كتبقى مفتوح تبقى مفتوح جلابه, ولكن بالامكان يتسد حيت هنا راهم كيتسدوا وكيتحلوا العقيدات. بالامكان تلبسيها جلابه سلهام, وبالامكان تلبسيها محلوله يعني تستغل. والمعلومه اخرى بالامكان هذا السلهام جلابه يتستغل مع بياسه اخرى, ماشي بالضروره غير مع هذا, ممكن يتستغل مع النواغ, يتستغل مع لي ديغرادي ديال هذا الموف كاشيري. يعني كنقولوا متعدده الاستعمالات, ما تبقاش محصوره حاجه وحده. هذه جليليبه دو بياس, هذه الخدمه ديالتها كتبقى 800 درهم البنات, جليليبه وجوهره ديالها, وتلبسها مولاتها بالصحه والراحه. مع العلم ان السيده رداتها وقلت لها رجعيها ليا باش نشارك معكم الجليليبه, حيت كنت شاركت معكم القفيطين وقلت لكم غنشارك الجليليبه. خاولة جات السيده عطات عليها حشمات, قالت لي ما قدرتش نقول لها خليها. والله الا السيده مسكينه من هذا المنبر ديديكاس ليك فاطمه الزهراء اللي خطيك, حنا جينا شاركناها ودابا ديها بصحتك وراحتك, تلبسي وتعاودي طول العمر. ايوا ونجيو. قال لي ختامها مسك, راني غير كندير طليله خفيفه ظريفه وفراسكم البنات, راني كنزرب كنزرب لان خصنا نحل. راه اليوم دبره الخمسة والمحل باقي ما تحلش, قلت ندير معكم هذا المقتطف واخا غير خفيف وعاد نشوفوا الكليان ان شاء الله. مهم كما كنقولوا اللي مازال ما تابونا واول مره كيشوف لاشين ديالي يتابونا ويدق الجرس يوصلوا كل جديد. واحد اللايك واحد الكومونتير والهلي خطيكم علينا بالفضل ديالكم, حنا زايدين القدام وغاديين غاديين ان شاء الله. والهلي خطيكم علينا. هذه المبره البنات اللون في اللون, هانتوما كي كتشوفوا غزاله مع اللون راه ما باينش بزاف. انا نقربوا لكم واحد الموف غزال مخدوم بالتاج حتى لتحت, خدمه اللون باللون ومضروب بالحجر. راه الاضاءه يمكن ناقصه خاوله ولا اللون حيت اللون مغلوق. اللون مغلوق ما عطيش الضو كتير. والكميمات واللون باللون البنات, انا من عشاق اللون باللون, راه واخا كان اغلبيه كتعجبني الوان الوان الغالقه. شوفوا القبيب ودريس خفيف وبصحتي مولات والله يفكها على خير. هذا نسيت المعلومه, هذه جليليبه هي مولات كشيطان اللي وريتكم في الاول, هي هذه مولاتها تلبسو متعاود طول العمر والله يفكها على خير ان شاء الله يا ربي. هاد الخدمه هذه كتبقى ب 500 درهم البنات, شي حاجه اللي غزاله غزاله طب طب طب. والحرير حرير لا يعلى عليه, وتا المبره غزاله, وواحد الموف يا سلام يا سلام البنات, شي حاجه اللي غزاله غزاله. هذا اخر اختيك اللي غنشارك معكم اليوم. ان شاء الله يا ربي يكون يلقاكم في هذا لا فيديو في احسن الاحوال وفي ظروف جيده. وبغيت نقول الكليان ديالي كاملين والحبابات ديالي كاملين والصحابات اللي خطيكم عليا, وبالفضل ديالكم حنا كنزيدوا القدام وكنزيدوا كي كنقولوا ليها خاوله كنزيدوا كنجددوا في الموديلات ديالنا بالفضل ديالكم. وعلى قبلكم كنحاول ندير دائما الجديد الجديد, كنبتكر الجديد لوينات جداد حطه جديده صاله جديده ان شاء الله يا ربي. و مع ديك المره كنت قلت لهم راني جبت البروكار وكان مشى اللهم بارك كله مشى. ودابا الفيديو الجاي ان شاء الله اللي مور هذا غادي نحط واحد البروكار, يا سلام زواقه جديده لوينات جدادين ان شاء الله يا ربي, ونشاركهم معكم تشوفوا التشكيله الجديده ديال البروكار الجديد. والهلا يخطيكم علينا وبسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.